بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سنقوم باستكمال برمجة اللوجين. طبعا إذا كان اليوزر نيم والباسورد ساوي فراغ، إذا نطبع عليه رسالة خطأ else. سنقوم بعمل جملة SQL تساوي select ID from account table طبعا where user أو login بيساوي user name and password بيساوي password and is active بيساوي واحد and is admin بيساوي واحد. طبعا كل هذه الشروط يجب ان تتحقق. سنقوم باسترجاع فقط الاي دي فقط الاي دي from account table، نتأكد من spelling account table بالشكل التالي: عندما يكون اللوجن بيساوي اليوزر نيم والباسورد بيساوي الباسورد and is active بيساوي واحد and is admin بيساوي واحد. طبعا الريزلت بتساوي db query SQL. الآن if db numrows الريزلت إذا كانت أكبر من صفر، أي يوجد تطابق في البيانات، رو بتساوي db fetch array طبعا للريزلت. الآن سنقوم بتعريف متغيرات. هذه المتغيرات على مستوى جميع صفحات الموقع. طبعا هذه المتغيرات من نوع session، من نوع session. في البداية سنقوم بتخزين session id، session id بيساوي row of zero. أيضا session name بيساوي اليوزر نيم بالشكل التالي. طبعا هنا في حال انه يوجد تطابق، في حال انه يوجد تطابق، اذا كان لا يوجد تطابق else عفوا else الايرور مسج بتساوي الرجاء التأكد من اسم المستخدم او كلمة المرور او ان الحساب معطل. أي رسالة خطأ، أي رسالة خطأ. طبعا بالشكل التالي. طبعا هنا سنقوم بتحويل المستخدم إلى صفحة الإندكس، إلى صفحة الإندكس الموجودة هنا. فبالتالي سنقوم بتحويله عن طريق هيدر لوكيشن location طبعا index dot php بالشكل التالي. ومن ثم سنقوم بالتعديل على last login، سنقوم بالتعديل على last login. طبعا سنقوم بالتعديل على last login بالشكل التالي. هنا سنقوم بعمل sql
واحد بتساوي update account table set last login بتساوي now بالشكل التالي where الاي دي بيساوي طبعا رو بالشكل التالي دمج مع رو الصفر بالشكل التالي، ومن ثم تنفيذ استعلام دي بي كويري الاس كيو ال واحد بالشكل التالي. طبعا ممكن اخر شيء نقوم بوضع الهيدر. طبعا شيء مهم جدا 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 يا جماعة، يجب ان نقوم بعمل سيشن ستارت في بداية الصفحة حتى نبدأ جلسة، حتى تكون لكل مستخدم جلسة مختلفة عن المستخدم الآخر. بالضبط يا جماعة، مثل حساب الفيسبوك أو حساب الجيميل أو الإيميل، كل هذه الحسابات تكون لكل مستخدم سيشن خاصة عن كل مستخدم، سيشن خاصة لكل مستخدم عن المستخدم الآخر. الآن كنترول أس، سنقوم بعمل ريفريش هنا، سنقوم بكتابة أدمن 123 لوجن. الرجاء التأكد من اسم المستخدم أو كلمة المرور أو أن الحساب معطل. ادمن ادمن لوجن، سنلاحظ قام بتحويلي الى الصفحة الرئيسية، قام بتحويلي الى الصفحة الرئيسية. ايضا اذا ذهبنا هنا براوز، سنلاحظ انه هنا قام بالتعديل على اللاست لوجن، يجب ان يقوم بالتعديل على اللاست لوجن كما نلاحظ. الآن نريد طباعة اسم المستخدم هنا، نريد طباعة اسم المستخدم هنا طبعا في صفحة الاندكس. حتى نستطيع طباعة اسم المستخدم الأمر بسيط جدا جدا جدا. اندكس هنا، طبعا هنا يوجد لدينا الكونكت، هنا ها كنترول اكس، سنقوم بوضعه في بداية الصفحة بي اتش بي حتى يقوم بتعريف السيشن في البداية، حتى يقوم بتعريف السيشن في البداية بالشكل هذا. طبعا هنا قمنا بتعريف السيشن، هنا قمنا بتعريف السيشن. الآن طبعا هنا إدارة الحساب، حسابي، نريد رسالة ترحيبية على سبيل المثال، أهلا وسهلا بك يا ادمن، ممكن وضعها مثلا بدل كلمة حسابي نقوم بطباعة اسم المستخدم هنا، حسابي، سنقوم بطباعة اسم المستخدم بالشكل التالي. طبعا السيشن كما قمنا بتعريفه هنا تماما، سيشن هنا 2 سيشن 2، كنترول اس ريفريش، نلاحظ ادمن. اذا اردنا هنا وضع نان هيكن سبيس بالشكل التالي، كنترول اس ريفريش، ومن هنا إدارة الحساب وتسجيل خروج. طبعا هنا كما نلاحظ أن السيشن ممكن طباعة السيشن في أي مكان نريده، في أي مكان نريده، في أي صفحة من صفحات الموقع، ولكن بشرط أن يكون لدينا سيشن ستارت، أي ابدأ الجلسة، ابدأ الجلسة الموجودة وين؟ في الداتابيس التي قمت بتعريفها في بداية
الداتابيس. طبعا اذا لم تقم بتعريف السيشن ستارت لن يظهر اي شيء هنا، لن يظهر اي شيء هنا، لن يقوم البي اتش بي بتخزين المتغيرات كما نلاحظ هنا. طبعا لماذا قمنا باسترجاع الاي دي؟ حتى لا اكشف البيانات الاخرى مثل اليوزر نيم والباسورد. طبعا الباسورد نلاحظ، او عفوا يوزر نيم، القيمة التي قام المستخدم بادخالها في التكست، لم اقم باسترجاعها من جملة الاستعلام، هنا فقط الاي دي. والله اذا كان يوجد اي دي، اذا عدد الصفوف المسترجعة اكبر من صفر، يبقى سيقوم بعمل داخل الموجود داخل مين؟ الاف. إلس الرجاء التأكد من اسم المستخدم أو كلمة المرور. طبعا لعمل لوجن أو لوج أوت إن شاء الله في المحاضرة التالية، إن شاء الله سنقوم بعمل لوج أوت.